منذ دخول الصيف هذا العام شهد الأردن طقسا حارا، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ تدابير مختلفة لتخفيف آثار ارتفاع درجة الحرارة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تتراوح معدلات درجات الحرارة في الصيف في الأردن بين 26 و 33 درجة مئوية، ولكن منذ شهر يوليو هذا العام شهد الأردن ارتفاعا مستمرا في درجة الحرارة في أنحاء البلاد. ففي العاصمة عمان وصل متوسط درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية. هذا العام بقيت درجات الحرارة مرتفعة في الفترة ما بين شهر يونيو إلى الأسبوع الأول من أغسطس، أي درجات الحرارة حافظت على زيادة بثلاث إلى خمس درجات فوق معدلاتها الطبيعية. هذا وقال الخبراء إن هذا الصيف لم يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل شهد ارتفاع معدلات الرطوبة أيضا، وبالتالي فإن الشعور بدرجة الحرارة جسميا يكون أعلى من درجة الحرارة الفعلية بعشر درجات، الأمر الذي أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على المواطنين. والله الدنيا نار وشوب ومش متحملين، التلفونات قاعدة بتفقع بتحطها على الشواحن، الدنيا العالم كلها فاقعة مش قادرة. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن الهيئات المسؤولة عن قطاع السياحة في البلاد، انخفض عدد السياح ب 50% مقارنة بالسنة الماضية بسبب الحرارة، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ إجراءات لتخفيف هذه التأثيرات، حيث قامت حكومة عمان برش الماء في كل الشوارع مرتين أسبوعيا، وهذا يكلف كثيرا في الأردن الذي يعتبر من الدول التي تعاني من نقص المياه في العالم. هذه المياه صالحة للشرب، والهدف منها هي مجرد تخفيف على إخوان المواطنين، ونقوم كذلك بصرف كاسات ماء باردة زي ما بتعرف في منطقة المدينة منطقة جذب سياحي، وهذه المبادرة لاقت استحسان من كثير من إخواننا المواطنين والسياح.